السلام عليكم. احنا النهارده في وادي نطرون بنصور 8 فهدين تحت التقنين معمل لهم ملف في محافظة البحيرة. والمكان هنا متقدر 80,000 الفدان، أرض كلها مزروعة برسيم. وعابل عنابر مواشي، ودي الصراحة بتاعت الملك. مطلوب في الأرض 2,200,000، ده لصاحب الأرض. أرض فيها بير خاص بيها، فيها كهرباء ممارسة، متصورة من جنب واحد، والجنب التاني متصور النص بتاعه اللي زي ده كده، ده صور من جنب. وده الصور الجنب التاني كله، يعني متصور جنب دي أوضة الحمام، ودي الأقفاص بتاعتها، ودي أول زريبة مواشي. ده عنبر بس مكفول بس من جوه. وده جزء ذرة. وفي عنبر تاني مفتوح. لو عرفت تفتح لي العنبر. وده عنبر مفتوح. ري 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 ري. ري 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 ري. بسم الله الرحمن الرحيم. ري تعال ري ري ري. بسم الله الرحمن الرحيم.
دول شوية معيز على شوية جديان على شوية خرفان تشكيلة. دي الصراحة مش شطابة تشطيب حلو. الصراحة منظرهم جميل، الواحد مش عاوز يسيبهم. ده السور اللي من جنب واحد، وفي الصراحة للعمال والكهرباء ممارسة زي ما قلنا، البير مكنة كولستار اللي هي الجاز، ودي للصراحة بتاعت العامل، ودي زربة المواشي كنا بنقول عليها، ده جزء المشروع اللي ماشي حاليا دلوقت هو المشروع المواشي. بسم الله زي ما انت. لا انا عاوز اصورك مش عاوزك في حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ارض في مكان كويس جدا على فكرة يا جماعة، تربة بسم الله ما شاء الله، حاجة كويسة. المشروع اللي ماشي حاليا دلوقت هو المواشي. ارض كل حاجة خاصة بيها، مفيش حاجة مشتركة، ميتها كهربتها زراعتها كل حاجة خاصة بالأرض. والسعر الصراحة مش موجود مع أي حد، 2.5 مليون في الخدمات دي كلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم ودعمونا بلايكات. والسلام عليكم.